صحيح أن النتائج متقاربة، لكن يعني بجانب تبادل الاتهامات، كل سواء هاريس أو ترامب غازل الناخبين على طريقته، ويعني كلاهما وعدا بأمريكا أفضل. هاريس يعني إذا ما تحدثنا عنها، من نقاط القوة لديها مخاطبة المرأة بحقها في الإجهاض، الاعتماد على التنوع العرقي والعدالة الاجتماعية أو ثقافة الووك، يعني هذا المصطلح الأمريكي. ترامب من ناحيته يعتمد على ورقة الاقتصاد وخفض التضخم. برأيك يعني أي الملفين أهم بالنسبة للناخب الأمريكي؟ طبعا إيمان، الملف الاقتصادي أو ما يسمى الحياة المعيشية اليومية، يعني التضخم، الضرائب، ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، أسعار السلع والغذاء، بالطبع ما يهم الناخب الأمريكي. وعلى فكرة هذه قضية مشتركة بين كل الأمريكيين، يعني هناك اختلافات في قضايا فرعية، قضايا الإجهاض يختلفون عليها، قضايا الخارجية، قضايا الهجرة، لكن القضية المشتركة التي تهم كل الناخب الأمريكي، يعني 244 مليون من لهم حق التصويت، القضية المركزية التي تجمعهم جميعا هو كيف أن المرشح يمكن أن يواجه هذه التحديات الاقتصادية. هنا ترامب يبدو أنه مزايا نسبية، يعني هو يقدم رؤى أكثر تماسكا، بحكم أولا أنه رجل أعمال، وبحكم انه يعني جرب في السلطه في الولايه الاولى في اول عامين 16 17 18 حقق انجازات غير مسبوقه في الاقتصاد، معدلات التنميه يعني حقق وفره اقتصاديه. للاسف طبعا جاءت كورونا في 2019 و20 وقضت على هذه الانجازات الاقتصاديه بسبب سياسات طبعا الاغلاق وغيرها، واخرجته من الحلبه السياسيه وخسر الانتخابات امام الرئيس بايدن. هذه المره الناخب الامريكي عندما يقارن تكاليف الحياه اليوميه يعني في عهد بايدن مقارنة بعهد ترامب، بيجد أن هناك ارتفاع كبير في هذه التكلفة. يعني أسعار البنزين مثلا زادت من 2 دولار إلى 4 دولار، أسعار المواد الغذائية، يعني أصبح هناك تكلفة كبيرة، ولم يزد الدخل الفرد بما يتواسب مع هذه الزيادة في التضخم، هناك أسعار لأول مرة غير مسبوق. وبالتالي بدأ يشعر الناخب الأمريكي أن سياسات الرئيس بايدن جزء منها يتحملها كمال هاريس باعتبار انها نائبه للرئيس. صحيح. وبالتالي هي سترث تركه الرئيس بايدن. ومن هنا يعتبر ترامب هو لديه ميزه نسبيه في هذه القضايا، القضايا الاقتصاديه، الرجل قدم رؤيه متماسكه على الاقل، يعني تكلم عن فكره خفض الضرائب على الشركات الكبرى ورجال الاعمال، انطلاقا من فكره ان هذا سيشجع هذه الشركات ورجال الاعمال على توفير مزيد من الاستثمارات وفرص العمل، وبالتالي ينعش الاقتصاد. هو ايضا قال انه سيفرض رسوم حمائيه على السلع الاجنبيه خاصه الصينيه لحمايه او انعاش الصناعات الوطنيه الداخليه، فلديه رؤيه على الاقل اقتصاديه. كمال هاريس في هذه النقطه هي قدمت عناوين عامه، يعني تكلمت عن دعم الاسر المتوسطه. صحيح. خطبت الطبقه المتوسطه، تكلمت انها ستتفق مع الشركات الكبرى على خفض الاسعار، وطبعا هذه امور صعبه لان اقتصاد السوق يصعب تحقيق هذه الامال. تكلمت عن فكره يعني استثمارات، لكن لها لم تبلور حتى الان رؤيه اقتصاديه تقنع الناخب الامريكي انها بديل افضل من ترامب. في المقابل لديها مزايا نسبيه في بعض القضايا الاخرى، يعني قضيه الاجهاض، المراه لديها استقطاب كبير في لدى المراه الامريكيه باعتبار ان يعني جزء من المراه الحق في الاجهاض والحق يعني في يعني في الصحه الانجابيه. هي تتمتع، ترامب يعبر عن التيار التقليدي المحافظ الذي يعتبر ان الاجهاض يعني يخالف طبعا القيم التقليديه الامريكيه والقيم الدينيه، وبالتالي هنا كمال هاريس ربما لديها ميزه نسبيه. ايضا في موضوع الاقليات والاعراق، خطاب ترامب يبدو انه اكثر ازعاجا للكثيرين. صحيح. حديث عن المهاجرين وتكلم موقفه المتشدد تجاه المهاجرين، ويتكلم عن المهاجرين كانهم يعني اشرار، ويعني ياكلون يسرقون القطط والكلاب وياكلونها، انهم سيحتلون امريكا. هذا الخطاب هو ايضا يعني لا يدرك فكره ان امريكا كدوله او كدوله هي قامت على فكره الهجره، يعني هي مجتمع المهاجرين، يعني هي تفتح الهجره الشرعيه والهجره القانونيه، لكن في المقابل ايضا هذه القضيه ترامب لديه قاعده ايضا تؤيده في هذا الموضوع. لماذا؟ لان عدد المهاجرين غير القانونيين في امريكا يعني يتجاوز ما بين 12 و15 مليون، منهم 6 مليون فقط دخلوا امريكا في عهد بايدن.